السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي إخواني، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وسلام إن شاء الله دائما وأبدا. حبايبي، الحمد لله بفضل رب العالمين وبفضل دعمكم وكل الناس اللي اشتركت عندي ووقفت معي بهالفترة اللي أنا كنت فيها، عم جمع المشتركين عندي بالقناة وعم نزل فيديوهات وعم يدعموني. بتشكركم فردا فردا على الدعم اللي دعمتوني إياه. الحمد لله اليوم تفعلت القناة وطبقنا لأكثر من 1000 مشترك، الحمد لله. إن شاء الله عقبال الجميع، إن شاء الله عقبال كل مين عم يسمعني، وتتفعل كل قنواتكم بإذن الله، وإن شاء الله عقبال وقت نوصل للمليون إن شاء الله. تمام. فالفيديو اليوم صراحة رح أحكي فيه عن موضوع تفعيل القناة، كيف بعد ما تحصل 1000 مشترك والأربعة آلاف ساعة شو الخطوات اللي لازم تعملها بهذا الموضوع. تمام. فاليوم راح اشرح لكم عن هذا الموضوع وقلكم كيف نحن بنحسن نفعل الربح بالقناة عنا. تمام. ما راح طول عليكم، ما لنا غنى عن اشتراكاتكم، اشتركوا بالقناة اللي عم نشوف فيديو جديد واعملوا لنا لايك وشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات. يلا خلينا نبلش. حبايبي، مثل ما كن شايفين هلا في عنا نحن شغلتين ضافوهم جداد على شروط تحقيق الربح من اليوتيوب، اللي هني ميزة التحقق بخطوتين. تمام. اللي هو لازم تأكد موبايلك برقم هاتف، تأكد حسابك برقم هاتف بجوجل، لازم تأكد حسابك وتحط رقم هاتف مشان ما حدا يحسن يخترق لك الايميل او يخترق القناة او يعمل مشاكل للقناة. تمام. هاي ميزة لازم تتحقق، لازم بعد ما تحققوها يكون عندكم إشارة صح انه مفعلة. والشرط الثاني اللي هو القناة ما يكون في عليها انذارات. تمام. مثل ما كنا شايفين فضل رب العالمين صفر انذارات، ما في انذارات، امور بخير، فلازم يكون ما في عندك ولا انذار. تمام. هلا في ناس حتقلي طب القناة اللي عنده انذار بدك تستنى 90 يوم لبعد 90 يوم لحتى ينشال الانذار من قناتك، بعدين تحسن بقى او قناتك عفوا، بعدين تحسنوا انكم تحققوا الربح من القناة. تمام. هلا شو لازم نعمل؟ انا سامحوني رح اشرح لكم هلا بالصور بس هالفقرتين ثلاثة، لانه انا من الفرحة بصراحة وقت اللي تفعلت القناة عندي ولا صار لازم اني فعلها وكملوا المشتركين، ما عاد استوعبت اني صور فيديو وصور الترتيب انا اللي عم ساوي. كله من الفرحة. تمام. فمشان هيك رح اشرح لكم هلا بالصور، بس الخطوات اللي بعدها ان شاء الله حتكون كلها بالفيديو مثل ما انا عم ساوي خطوه بخطوه. تمام. هلا بعد ما تحققوا الشروط بتطلعوا هون بتلاقوا تقديم طلب الان، بتكبسوا على كلمه تقديم طلب الان. تمام. بعد ما تكبسوا على تقديم طلب الان بيقلبكم على هي الصفحه. هلا هي الصفحه ما عم بقول لكم انا من فرحه ما لحقت نصور لكم، هي الصفحه الاولى مطرح مكتوب الخطوه الاولى، مكتوب هون تم عندي انا، بس قبل ما يكون تم كان مكتوب هون هيك لم يتم البدء، وتحت منه كان هون كلمة البدء. كبست على كلمة البدء، بعد ما كبست على كلمة البدء فتح لي على صفحة، هلا حورجيكم اياها، صفحة شروط. بيقولكم هي صفحة الشروط بتقروها، بتنزلوا تحت تحطوا اشارتين صح، وبعدين بتعطوه هون موافق، بفوت عليها بيتحقق منها انه انتوا وافقتوا على الشروط وكله تمام، بعدين بيعطيكم هون اشارة تم بالاخضر انه مشي حالها. الخطوة الثانية هي اللي تحتها كمان كان مكتوب هون كلمة تم، كبست عليها، كمان قالوا لي انتظر، كمان قالوا لي انه انت هلا حورجيكم بالصور كمان، انه انت عندك حساب جوجل ادسنس ولا بدك تعمل حساب جوجل ادسنس. انا كان عندي حساب جوجل ادسنس، فاخترت انه انا عندي حساب جوجل ادسنس، حددت لهم الحساب، بعد ما حددت لهم الحساب تبع جوجل ادسنس هيك بتطلع الخطوات، تفرجوا بيطلع هيك، بتكبسوا له هيك، بعدين بيقولكم حطوا الايميل تبعكم، بتحطوا الايميل تبعكم المضبوط تبع ادسنس وبتعطوه تسجيل دخول، بعدين بيقولكم تم تسجيل الدخول والتاكيد. تمام. وبعدين بيقولكم هلا رجعكم على الصفحه الرئيسيه تبع الصفحه تبع القناه تبعكم، بيرجعكم لهون بيقولكم بقى لهون بيقولكم قيد المعالجه. تمام. بيقولكم هون قيد المعالجه، بتكون تستنوا هون هي الوقت بيقول لكم قيد المعالجه، بتكون تستنوا حوالي يوم تقريبا. تمام.
لحتى يردوكم خبر، يوم او يومين تقريبا لحتى يردوكم خبر على هذا الموضوع. انا خلال يومين رجعوا ردوا لي خبر انه الخطوة الثانية مش الحال، تأكد حسابك تبع جوجل ادسنس بالقناة عنا والامور بخير فضل رب العالمين. تمام، هلأ عنا الخطوة الثالثة اللي تحت، هي الخطوة الثالثة بس تدفع هذول التنتين يصيروا خضر. بعد ما يصيروا خضر عندك هذول التنتين بتلاقي هون كاتبين لك الخطوة الثالثة قيد المعالجة. هي بدك تستنى، شو شو قايلين لك هون، بدك تستنى حوالي شهر تمام لحتى هن يراجعوا القناة ويشوفوا قناتك اذا في عليها مشاكل، ما عليها مشاكل امورها بخير كله تمام، بتفحص الموضوع هذا بعدين هن بقى بيبعتوا لك ايميل بس يأكدوا قناتك انه مشي حالها وتوافق عليها، بيبعتوا لك ايميل. لحورجيكم الايميل اللي بعتوا لي، بعتوا لي هذا الايميل فرجوا عليه، قالوا لي تهانينا انه تم قبول قناتك وما في عليها مشاكل امور بخير كله تمام على 24 تمام. بعد ما وافقوا لي على القناة وكله تمام صار، فتحوا لي بعدين صارت الصفحة عندي هيك، شايفين الصفحة صارت عندي هيك. هلا هون عم يقولوا لي تحقيق الارباح من قناتك على يوتيوب صارت فعالة، هون تحت الحساب تبع الادسنس حاطين لي انه مفعل اموره بخير وكله تمام على 24 تمام. هلا بعد ما عملنا هاي الشغلات كلياتها لازم بقى نروح ونفعل الربح على فيديوهاتنا تمام. كيف رح نفعل في الربح؟ هلا رح لكم بقى بالفيديو. انا الخطوات تبع الفيديو تبع تحقيق الربح هاي صورتها فيديو انه لازم نشرح فيها كل الوضع تمام تمام. يلا خلينا نروح نشوف. تمام حبايبي، هلا بنفتح على القناة تبعنا مثل ما كنتم شايفين. هلا هي القناة تبعي انا موجودة هون تمام. بدنا نفعل هلا ميزة الربح على الفيديوهات الموجودة عندي تمام. كيف؟ هلا اول خطوة لازم نساويها، شايفين هذا الشعار تبع الاعدادات تمام، بدنا نكبس عليه، نكبس عليها. بعد ما نكبس عليها منفوت على الاعدادات التلقائية لتحميل الفيديوهات، شايفينها هاي. بعد ما نفوت عليها منفوت على كلمة تحقيق الربح. بعد ما نفوت على كلمة تحقيق الربح لازم يكون محطوط إشارة صح على كل هدول تمام. بس في وحدة أنا بصراحة ما بنصح فيها، أنا ما بنصح فيها. ليش ما بنصح فيها؟ لأنه هي إذا نحط إعلانات عن هاي الطريقة بفيديوهاتك رح يكون الربح عندك كتير قليل، لأنه هاي اللي هي هاي لك بطاقات الإعلانية، بطاقات الإعلانية اللي بيطلع شريط هو هيك فوق على اليمين تلاقي بيحطوا لك إنه في إعلان لكذا كذا كذا تمام. هاد أنا ما بنصح فيه، أنا بنصح إنه ينشال، بنقول له هيك من إيه إشارة الصح عليه، البقايا كلهم مخليهم إشارة صح تمام. بعدين بنعطيه حفظ. هلأ هيك حفظنا الإعدادات الرئيسية. أي فيديو هلأ بنزله عندي على القناة بدي فعل عليه ميزة الربح، كل شيء فعلناه هذول اللي كانوا موجودين بيطلع الإعلانات تمام، ما عدا هذا الشريط اللي احنا ما بدنا اياه اللي هو رخيص كتير يعني ما بيدفعوا عليه كتير، فهاد أفضل إنكم تشيلوا. طيب شو الخطوة الثانية؟ الخطوة الثانية رح ننزل لتحت آخر شيء رح تلاقوا هون مكتوب عنا عدد الصفوف في كل صفحة، يعني الفيديوهات اللي يكون موجودين بكل صفحة انه 30، نحنا منحطها 50 تمام. ليش منحطها 50؟ مشان هاي الصفحة هلا وقت نفعل الفيديوهات يكون فيها 50 فيديو اسرع واحسن، اتفقنا؟ هاي الخطوة الثانية. طيب الخطوة الثالثة، شايفين هاي الاشارة المربعة هون اللي مكتوب عليها قدام الفيديوهات، منحط عليها اشارة صح. هلا هون حدد لي الفيديوهات كلياتها، شايفين عطاني هون تم اختيار 50 فيديو تمام. هلا نحن بدنا نفعل الربح على هدول ال 50 فيديو. كيف؟ نكبس عنا هون على كلمة تعديل، شايفينها، مندور على كلمة تحقيق الربح، شايفين كلمة تحقيق الربح هاي تحقيق الربح، نكبس عليها تمام. هلا هون شوفوا شو عم يقول لي، عملية تحقيق الربح، يجب الحرص على توافق الفيديوهات وارشادات وكذا وكذا، هي معلومات يعني على الموضوع انه انت بدك هلا تفعل ميزة الربح انه يجيك ربح على الفيديوهات اللي انت منزلها عندك على القناة تمام.
فشايفينهم في كلمة كلمة اسمها تفعيل. بالعادة مثلا بيكون إيقاف، إذا كانت إيقاف نعمل له تفعيل. هلا هون عملنا له تفعيل، بعد ما عملنا له تفعيل شو بنساوي؟ بنقول له هون كلمة تعديل الفيديوهات. هل تريد فعلا المتابعة؟ أنت على وشك تعديل الفيديوهات التي اخترتها، ولا يمكن إيقاف عملية التعديل هذه بعد بدأها. إنه أنت خلص موافق، بنقول له تمام أنا موافق، بنقول له تعديل الفيديوهات. تمام، هلا هون كتب لنا جاري تعديل الفيديوهات، يمكنك الانتقال إلى صفحة أخرى، ولكن يجب انتظار قبل بدء بتعديل مجمع آخر. يعني أنت هلا عم يعدل هدول الفيديوهات كلها اللي حطينا عليهم إشارة، إنه لنشوف هلا إنه كل الفيديوهات يتفعل عليها ميزة الربح. تمام، فهلا الفيديوهات اللي بيعدلها هو بيظبطها هلا، إذا كان في فيديوهات عليها مشاكل أو ما في منها ربح، هلا برجيكم شو بيطلع إشارة عنه، وبتمنى إن شاء الله ما يطلع عندي الإشارة تبع الفيديوهات اللي بيكون فيها إنه ما بتحسن تربح منه. فهلا نحن لازم نستنى هذا الموضوع. تمام، حنروح نحن على صفحة تانية ورجيكم مثال تاني. مثلا هي حنقلب هون على صفحة تانية، قلبنا هلا على صفحة تانية. لهون عنا هي الصفحة التانية، انت مثلا ما بدك تعدل كل الفيديوهات مع بعضها، ما بدك تعدل 50، بدك تعدل مثلا فيديو واحد. بامكانك تأشر مثلا لك هذا الفيديو. تمام، هلا نحن مثلا نكبس على إشارة الصح هون، بس على هذا الفيديو يوم حدد لنا بس فيديو واحد. إذا بنبس نعدله هذا، بنكبس عليه هون تعديل، بنحط كمان نفس الشيء تحقيق الربح، بنكبس عليه وبنوافق. تمام، هلا الصفحة الأولانية خلصت عندي، خلينا نروح نشوفها. تمام يا جماعة، تفرجوا هلا فتحت عندي الصفحة، شوفوا عدلهم كلياتهم الحمد لله بفضل رب العالمين. ألف حمد وشكر لك يا ربي. شايفين إشارة الدولار كلها أخضر، هاي معناتها أنه تحقيق الربح من هاي الفيديوهات تمام، شغال وأموره تمام، ما في شيء عليه مشاكل الحمد لله. تمام، رح أروح على صفحة تانية كمان ورجيكم طريقة مرة تانية مشان يكون الشرح تمام إن شاء الله. هلأ تفرجوا هون بالصفحة التانية، في عندي فيديو تفرجوا عليه إشارة أصفر، هذا الفيديو معناته أنه أنا ما فيني أربح منه فلوس. تمام، شو السبب؟ السبب يكون يا بيكون في شيء بنضمنه عليه حقوق، تمام، يا ما بيكون الأدسنز ما بيفضل أنه يعرض إعلانات على هذا الفيديو، ما بده يعرض إعلانات. تمام، فلهذا السبب عم يقول لي أن هذا الفيديو ما بتربح منه شيء، ما بدي يحطوا عليه إعلانات. تمام، فهذا الفيديو إذا كان في عليه حقوق الأفضل أنه تشيلوه، إذا كان أنه هن ما بدهم يعرضوا عليه بس ما في عليه مشاكل فخلوه عادي، ما في أي مشكلة. هلأ المهم أنه كل شيء فيديوهات بدك يجيك منها ربح يكون عليها كله إشارة أخضر، شايفين مثل علامة الدولار هي إشارة أخضر، إذا كان لون تاني أصفر أو أحمر يكون في مشكلة على الفيديو. تمام حبايبي، هلأ هي بالنسبة لهي الطريقة عرفنا شو الترتيب وعرفنا شو الموضوع. هلأ في عنا مرحلة تانية لازم نساويها، وهي المرحلة كتير مهمة، واللي هي تفرجوا عندي هذا الفيديو، هذا الفيديو هلأ نزلته أنا من شوي. هلأ لازم كل فيديو نفوت نحط عليه إعلانات. تمام، يعني كل فيديو هلأ هون عنا لازم نفوت نحط عليه إعلانات، حورجيكم كيف. هلأ منفوت على أول فيديو، بنكبس عليه هون كبسة يعطينا هاي الإعدادات، نكبس على إشارة الدولار، شايفين إشارة الدولار هاي ليكا، نكبس عليها هون عم يقلنا مثل ما نحن عملنا الإعدادات، يعرض لنا إعلانات التي تظهر على سطح الفيديو، هاي الإعلانات كلها عليها مصاري وجيدة بتجي منيحة. تمام، هلأ تفرجوا عنه هون تحت مكتوب إدارة الإعلانات أثناء التشغيل، هاي بنحسن نفوت عليها إذا كان الفيديو مدته 8 دقايق وطالع. إذا كان الفيديو مدته 8 دقايق وطالع نحسن نفوت نحط نحنا إعلانات وما بدنا. إذا كان الفيديو أقل من 8 دقايق ما بنحسن نعملها. هلأ رح أشوف شي فيديو عندي يكون قصير بورجيكم كيف الطريقة، بس هلأ هاي الفيديو هذا أكثر من 8 دقايق، رح نفوت على كلمة إدارة الإعلانات أثناء التشغيل، نكبس عليها. تمام، هلا هون شوفوا شو عطاني. هون عم عطاني هلا انه بدي احط انا فاصل اعلاني، انه مثلا اول فيديو نص فيديو اخره كذا. هلا انا راح اقول له هون فاصل اعلاني اضافه لك، هون اشاره الزائد شايفينها وفاصل اعلاني، بنكبس فاصل اعلاني
بنحطه هي حطينا اول الفيديو تمام. هلا اول ما بلش فيديو بيطلع عندي فاصل اعلاني، نرجع بنكبس هلا هون قدام بنحط له كمان، شايفين ليكو هذا المؤشر، ليكو شايفينه هذا اللي عم حركه انا المؤشر. هلا حطينا اول فيديو اعلان، اول ما بشتغل فيديو يحط اعلان. هلا راح نحط هون كمان اعلان تاني، حاولوا كل 3 دقائق حطوا اعلان تمام. هلا حنحط هون نحن اعلان، نقول له اضافه فاصل فوق كمان نرجع، شايفين ضاف اشاره زرقاء. نرجع هلا بنحط كمان، نقرب لقدام هيك بنحط له كمان هلا اعلان هون، شايفين اضافه فاصل كمان ضاف هلا اعلان هون. هلا بنمشي كمان لقدام شوي، كمان بنحط له هون اضافه اعلان هون، كمان هلا بنمشي لقدام شوي كمان هون بنحط له هلا اضافه اعلان. شايفين هلا صار عندي اعلان 2 3 4 5 6 7، عندي 7 اعلانات بالفيديو هذا تمام. 2 هن حاطينهم شركة اليوتيوب، و2 انا حطيتهم، 4 انا حطيتهم. هلا اذا انت في شيء فاصل بدك تمحيه من هذول، لكم هذول اللي هون شايفين اشاره السله، تمحي الفاصل اللي بدك اياه، اي فاصل بدك تمحيه منهم تمحيه. هلا انا حطيت الاعلانات وكله تمام، صاروا 24. هلا هون حط له كلمه متابعه، بعدين بعطيه هون كلمه حفظ، شايفينها هي حفظ. هلا هون حفظ عندي. هلا برجع بقى انا بقى لوين، على الصفحه الرئيسيه، شايفين. هلا هذا اول فيديو انا حطيت عليه اعلانات، اموره صارت بخير ان شاء الله. بتكون تعملوا هي الطريقه على كل الفيديوهات. لو اورجيكم بس اذا في عندي شي فيديو اقل من 8 دقائق، بس لو اورجيكم كيف تكون الفكره اللي بتكون عليها انه ما بيطلع عليكم. هاد هنفوت عليه، هي بفوت على إشارة الدولار، تفرجوا الكلمة الزرقاء اللي كان طالع عندي انه الاعدادات تبع الاعلانات، فوت انا احط اعلانات اللي بدي اياها مو طالعة، لانه هذا الفيديو مدته اقل من 8 دقائق، فكل شيء فيديوهات اقل من 8 دقائق ما بتحسن تفوت تحط عليها الفواصل تبع الاعلانات اللي بدك اياها تمام. هلا نحن هيك بتكون امورنا صارت ان شاء الله بخير وكله تمام. المهم وتعملوا هي الطريقة لازم يكون إشارة أخضر على كل الفيديوهات، هذا بيعني إنه الفيديوهات كلها ما عليها حقوق، أمورها بخير الحمد لله، وبتحسنوا يجيكم منها فلوس. بس مثل ما قلت لكم لازم تفوتوا على كل فيديو وتحطوا إعلانات بأماكن مشان ينحط إعلانات عنكم بالفيديوهات وتستفادوا، يعني يجيكم فلوس تمام حبايبي. حبايبي هذا الفيديو كان تبعي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم الشرح، إن شاء الله تكونوا استفدوا من المعلومات يلي شرحتها بهذا الفيديو. من فضلكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتعملوا لنا لايك وتشاركوا الفيديو لحتى يوصل لأكبر عدد ممكن من المشاهدات لو سمحتوا. بتشكركم لحسن المتابعة، إن شاء الله ترقبوا منا شيء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.